شالت العافيه ما جاوش البومبير، البومبير جاو معطلين. و واش غنقولوا جاو معطلين ما جاوش شدت العافيه عندنا حنا، راه تحرقوا لنا باين، تحرق لنا حوايجنا، تحرقنا حنا راسنا مشات لينا لا. وما ما 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 يكون كان جاو في الديبار ما توقعش كاع هادشي. قال عبد غادي تلقى شويه من اللي ما غاديش يجي وقع حتى توصل حتى لهنا. جات انا ما جا وقع حتى ضرر من الناس اللي ما ماتوش ما والو، هذا هو الربح. اما داك الشيء ديال الحريق راه معول لنا واحد 100,000 ريال مشات وكاك باطل. الدري ولد. وحويجي وكل شيء بقيت الله الله. انت واش كنتي ساكن هنا؟ ساكن هنا انا داخل في هاد البلاصه هادي في الشارع فلاح. شحال تقريبا انت ساكن هنا؟ هو تقريبا واحد 3 سنين وربع سنين هنا. مسؤولين اخويا الله يهديهم، هادشي اللي غنقولوا ما عندنا ما ندير، هادشي مكاتب الله، عاد بنادم ما يدي، بنادم تفوت على الراس وتجي ما بان داكشي راه بحال ما غاديش الدار واعد، الدار كلشي مضروب. كي تهدي ما وقع لي والو راه مضروب. الناس تما راهم ضرورين من الاتجاه، فهمت؟ راه الناس ضرورين كيمشي لهم حوايجهم، يمشي لهم رزقهم، ويمشي لهم فلوسهم، شحال من غادي كتقول الضرر ماشي مشكل، داك الشيء ماشي مهم، المشكل هو ما توقعش ما يمشيش في الناس، فهمت؟ الناس ما يضيعوش، هذا هو ولا عندو الصبر راه غادي يطلب بالله اللي غيخلف ليه كل شيء، ما داك الشيء راه ما عنده ما غايدير، مشات هذاك الشيء ما كاتب الله. فهمتيني اخويا؟ ما عنده ما يدير، اش غيتسطر؟ اش غيدير انتحر؟ ما عنده ما يدير، اللي عطى الله عطاه. هادشي اللي نقولو اخويا، عاد بنادم ما يدير، تفوت على الراس، كنقول لك تفوت على الراس، تجي فيما بغات.